وللقلب المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد محمد جلال الريسي المدير العام لوكالة أنباء الإمارات. سيد الريسي، بداية نرحب بك، كيف تقرأ أهمية ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني؟ أولا مساكم الله بالخير. طبعا يعني هذا الملتقى يعتبر ملتقى استراتيجي يجمع كثير من قادة يعني الأديان وكذلك قادة الآراء والأفكار، الشخصيات السياسية وغير ذلك، يعني يجمعهم في إطار واحد تحت قبة واحدة للتحاور والمناقشة ولبحث سبل كيف أن نحن كبشرية نجتمع بدلا أن نكون يعني مشتتين أو يكون بيننا أي نوع من التنافس السلبي. هذا الحوار مبني على الأصل على يعني على الإيجابية، وعمل مثل هذه الملتقيات هو عمل مهم جدا ليس فقط لمنطقة الخليج ولكن بشكل عالمي أكبر. ووجود مثل هذا الحوار في البحرين يعطي رسالة واضحة أن مملكة البحرين دولة يعني متعايشة من الأصل، ومثل هذه الأنشطة تثبت وتبين للعالم أنها يعني أيضا تنقل تجربتها إلى الآخرين. اليوم زائرين الملتقى سيجدون في البحرين التعايش موجود منذ مئات السنين، وأعتقد هذه يعني هذا الشيء راح يكون محفز لكثير من المجتمعات الموجودة في العالم في أنها يعني ترى هذه التجربة وتتعلم منها الكثير. نعم سيد الريسي، الآن وجود بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في نفس الوقت في مملكة البحرين بلا شك هذا يشكل أهمية لأتباع هذه الديانات، وأيضا يساهم في عملية التعايش السلمي، في عملية السلام، في عملية الود بين جميع الأطراف بمختلف الديانات. ما هو تعليقك على ذلك؟ لا شك وجود أو زيارة البابا للمنطقة اللي تعتبر الزيارة الثانية له بعد أبوظبي كان يعني لها يعني دور مهم جدا ورسالة عالمية. وجوده كذلك مع سماحة الشيخ الأزهر كذلك في نفس الوقت أيضا يوصل رسالة أن هناك قيادات عالمية يعني تحمل راية التسامح والتعايش وتحاول أن تخفف من التوترات الموجودة وتحاول أن تدعم مواقف السلام وحلول المشكلات بالجلوس مع بعض في حوار مشترك. دور البحرين دور مهم جدا في أن يعني تعطي الدعم لهؤلاء وهذه الشخصيات التي عرفت أنها شخصيات تسعى إلى توطيد العلاقة البشرية بين البشر وتدعم قضية الحوار والعمل المشترك، فهذا جهد كبير وأعتقد النتائج إن شاء الله راح تكون محسوسة عالميا وليس فقط على منطقتنا. إذن السيد محمد جلال الريسي المدير العام لوكالة أنباء الإمارات، شكرا جزيلا لك.